بينما جيش المسلمين وجيش الفرس يستعدان للمعركة، إذ يتفاجأ المسلمون بأن الفرس قد جلبوا معهم أسدا مدربا على القتال. وبدون سابق إنذار يركض الأسد باتجاه جيش المسلمين وهو يزهر ويكشر عن أنيابه، فيخرج من جيش المسلمين رجل بقلب أسد ويركض باتجاه الأسد في مشهد لا يمكن تصوره. كيف لرجل أن يركض نحو أسد؟ الجيشان ينظران ويتعجبان، فكيف لرجل مهما بلغت قوته أن يواجه أسدا ويتجه نحو الأسد كالريح، وفي صدره عزة وقوة وإيمان وشجاعة المسلم الذي لا يهاب شيئا إلا الله، بل بالعكس كان يعتقد أن الأسد هو الذي يجب أن يهابه. ثم قفز عليه كالليث يقفز على فريسته وطعنه عدة طعنات حتى قتله، فتمكن الرعب من قلوب الفرس. كيف سيقاتلون رجالا لا تهاب الأسود؟ فدحرهم المسلمون عن بكرة أبيهم. ثم ذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقبل رأس هذا البطل تكريما له، فانكب هذا البطل بتواضع الفرسان على قدم سيدنا سعد بن أبي وقاص فقبلها وقال له: ما لي مثلك أن يقبل رأسي، أتدرون من هو هذا الأسد؟ إنه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه قاتل الأسود. والسلام عليكم.